حياة كل الشخصيات. كل أسبوع بنكتشف شخصية جديدة، وكل الفنانين اللي كانوا متخفيين تحت القناع بعتقد عطوا من نفسهم وأخذوا الموضوع مزح، يعني في نوع من الفكاهة يخلي الفنان حتى لو تاريخه كتير كبير يطلع من هذا القيد اللي هو يعني على القصر العاجل اللي هو عايش فيه، فبيفوت باللعبة، وهذا الشيء كتير حلو. ونحن بهالفترة العصيبة اللي نحن عايشينها يعني بحاجة شوي لنضحك ونفرح شوي، نشوف اشياء جديدة هيك تغيرنا المود. تعرف صبحي صراحة برنامج خلانا نشوف جوانب مختلفة عن الفنانين اللي احنا متعودين عليهم نشوفهم فيها، ووضح لنا كمان بعض الشخصيات يعني كيف اقول لك ممكن تكون مرحة او عفوية اكثر ومواهب جديدة. مواهب جديدة فعلا طبعا. هلا بس انا مثل ما قلت لكم بعدني مصر، اول شيء بدأ لهاي لأمل، بعدني مصر انه مثل ما شفتوا بالتقرير انه أمل، لانه شفتوا وقفتها حد يعني شوفوا الوقفة اللي عم بشوفها اوكي، حتى هذا ايش يعني لغة الجسد يعني لا شايف اللقاء تبعنا كيف يعني نفسها نفس الوقفة يعني شكله أنا وسيرين عن جد معنا حق يعني ما تقولوا والله نفسها صبح دوبي انتبه تعرف خطير.